شهد العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة استقالات محدودة لرؤساء وزراء وزعماء سياسيين، واختلفت أسباب الاستقالات بين القسرية وبين الاختيارية بعد فشل الوزارة أو نتاج الضغوط السياسية. فمنذ تتويج فيصل الأول ملكا للبلاد في العام 1921 وبداية الدولة العراقية الحديثة، قدمت أكثر من استقالة لرئيس وزراء ووزير ونائب وتشكيلة حكومية. أكثر من 80% من تلك الاستقالات كانت خلال العهد الملكي، وانخفضت تدريجيا مع صعود الحكومات الانقلابية، وانعدمت تماما طوال 35 عاما من حكم حزب البعث. ولم تظهر ثقافة الاستقالة في العهد الديمقراطي الجديد بعد العام 2003. أبرز الاستقالات الاحتجاجية كانت استقالة عبد المحسن السعدون من رئاسة الوزراء عام 1926 إثر الضغوط البريطانية على وزارته لإقرار المعاهدة البريطانية العراقية، واستقالة ياسين الهاشمي من رئاسة الوزراء عام 1936 تحت ضغط الجيش. كما قدم نوري السعيد استقالة وزارته في شباط فبراير من عام 1940. ومن أبرز الاستقالة في العهد الملكي أيضا كانت استقالة توفيق السويدي من رئاسة الوزراء عام 1946. بعد ذلك انخفضت ثقافة الاستقالة تدريجيا مع بداية الجمهورية العراقية الحديثة، فكانت أولى الاستقالات التي قدمت هي استقالة عبد السلام عارف في تموز من عام 1967، والذي تنحى فيها عن الحكم مقابل ضمان سلامته وسلامة أسرته. تلتها استقالة أحمد حسن البكر الإجبارية عام 1979، ليمر على حكم العراق أكثر من 30 عاما دون استقالة تذكر في عهد صدام حسين، حتى تعقب على رئاسة الوزراء بشكل دوري دون تقديم استقالة كل من أياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي ثم حيدر العبادي، وأخيرا رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي الذي يطالب المتظاهرون بإقالته من منصبه وكابينته الوزارية.